فإن من الأخطاء الشائعة لدى كثير ممن يقيمون الصلاة أنهم يقيمونها بهذه الصفة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. صحيح أم ليس كذلك؟ كذا أم لا؟ كذا. وأين الخطأ في ذلك؟ كل الناس يقيمون هذه الإقامة. وإبان مكثي مع شيخنا الفقيه العلامة محمود بن حميد الصوافي يحفظه الله، مر كثيرون من الناس يقيمون هذه الإقامة التي لا ننكرها نحن، ولا أظن أن سامعا منكم أنكرها. والبعض يتساءل أين الخطأ؟ كان الشيخ يؤكد على أمر، ما هو؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. واضح تنبيه في المد هذا. وكان يعيب على المقيمين اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول هذا خطأ. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. كذا هي الإقامة.